صباح الخير يا شباب، معكم الدكتور شريف صلاح. إن شاء الله النهاردة هنكمل اليوم الثالث في التدريب الصيفي اللي بنتدرب فيه على برنامج الفوتوشوب. إن شاء الله النهاردة دي هي البوينتس اللي احنا هنتكلم فيها في المحاضرة بتاعتنا. هنتكلم النهاردة إزاي إن أنا أقدر أعمل إمبورت للمسقط الأفقي أو أي رسومات من برنامج الأوتوكاد للفوتوشوب. هناخد برضو ازاي اقدر الون بباترنز، ودي اتكلمنا كده سريعا عليها المحاضرة اللي فاتت. النهاردة هناخدها بالتفصيل وهنعمل اظهار لبلان ولاي اوت. هنتكلم ازاي نقدر نضيف عناصر في اللاي اوت زي الاشجار وهكذا. هناخد برضو البراش تول بكل التفاصيل بتاعتها، وازاي ممكن اعمل انا فرشة بنفسي جوه برنامج الفوتوشوب. طيب هنبتدي المحاضرة بتاعتنا بان انا هفتح برنامج الاوتوكاد، تمام، وهفتح الماستر بلان بتاعي بالشكل ده. طبعا انت ممكن تجيب ملفات لفيلا الاوتوكاد من على الانترنت وتبتدي انت تعملها برزنتيشن. طبعا انا عارف انكم لسه ما اخدتوش برنامج الاوتوكاد، لسه هتاخدوه في الترم اللي جاي، لكن ده انت طبعا البرنامج الاوتوكاد انت مش هتكون مطالب بيه خالص في التدريب، لان انا بعد ما هحول الملف الاوتوكاد ده ل اكستنشن يخص الفوتوشوب، انا هبعت لك ان شاء الله مع الماتيريالز او في خلال الميتينجز او المحاضرات اللي هنعملها ملفات جاهزة على طول انت هتدخلها على الفوتوشوب وتشتغل. بس دي هتكون معلومة مفيدة ليك جدا، هتفيدك بعد كده ان انت تعرف ازاي بتودي شغلك من برنامج الاوتوكاد للفوتوشوب، تمام. فدي هتكون الخطوات ان شاء الله اللي احنا هنقولها دلوقتي. طيب اول حاجة خالص، بعد ما بفتح الملف بتاعي اول خطوة خالص بخش على tools options، وبخش هنا على حاجة اسمها في التاب اللي اسمها plot and publish، واختار حاجة اسمها add or configure plotters. بروح اضيف هنا حاجة اسمها add a plotter wizard، add a plotter wizard، ندوس عليها double click وابتدي خطوات تعريف البلوتر او البرينتر اللي بيحول لي. طبعا ده فيرتشوال بلوتر، يعني مش بلوتر او برينتر موجود، ده فيرتشوال بيحول لي ملف الاوتوكاد لملف بيخش على الفوتوشوب باعلى كواليتي ممكن زي ما هنشوف مع بعض. طيب فانا دلوقتي دي هي خطوات تعريف البلوتر، بخش على اد بلوتر ويزرد، بدوس نيكست نيكست، بختار من هنا في المانيفاكتشرز شركة ادوبي، ودي اوريدي ايه الشركة اللي عملت برنامج الفوتوشوب ادوبي، وبختار في المودلز هنا حاجة اسمها بوست سكريبت ليفل 2، يبقى ده اسم الايه الفيرتشوال بلوتر، وبدوس نيكست 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 نيكست، وبعدين بدوس فينش. طبعا هو هنا بيقول لي ان البلوتر اوريدي متعرف عندي، فعلا انا معرفه وموجود، ممكن اسميه بدل 2 3 مثلا اي اسم انا عايزه، وادوس نيكست فينش. مجرد ما بخلص بلاقي اتضاف عندي هنا، هو اوريدي لو مش متضاف عندك هتلاقيه بقى اتضاف هنا اسمه بوستسكريبت ليفل ايه 2.pc3، ده اسم البلوتر. دي بتكون ايه اول خطوة انا بعملها على برنامج الايه الاوتوكاد، ان انا ببتدي اعرف البلوتر بتاعي. بعد كده بقفل الويندو دي خلاص وادوس اوكي. طيب يبقى القايمة دي جبناها منين؟ يا اما بنخش من المنيو بار تولز اوبشنز، لو المنيو بار مش موجود عندك وفي مشكلة بتدوس او بي، ده الشورت كات بتاع امر اوبشنز، بدوس او بي انتر بيبتدي يظهر لي الاوبشنز بتاعتي. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هخرج او هعمل اكسبورت للفايل الدي دبليو جي ده لبرنامج الفوتوشوب. بخش هنا على فايل بلوت او اختصار الامر ده كنترول بي،
او بدوس على البلوتر الموجود فوق هنا زي ما انت عايز. طيب لو عايز اعمل شورت كات بدوس كنترول بي او فايل بلوت. طيب تعالوا نشوف بقى الخطوات بتاعتي هنا. باجي في البرينتر بلوتر، بختار هنا اسم البلوتر اللي انا عملته اللي هو بوست سكريبت ليفل ايه 2. تمام. طيب وهعلم هنا على حاجه اسمها بلوت تو فايل. يعني ايه بلوت تو فايل؟ يعني انا هخرج الفايل الدي دبليو جي ده لفايل يخص برنامج الايه الفوتوشوب. تمام. طيب هاجي اختار من هنا مقاس الورقه. يفضل دايما ان انت تختار ايه اكبر مقاس ممكن للورقه، فانا هختار الاي نوت. الاي نوت حوالي 120 في 80 تقريبا سنتي، ورقه كبيره. هخش هنا هعمل سنتر ذا بلوت وهعمل ويندو وهعلم على الايه الرسمه بتاعتي كلها. طيب ممكن اخلي الرسمه بتاعتي بورتري او لاندسكيب زي ما انتم شايفين. لو انا خليتها بورتري هتكبر شويه. طيب لو كانت الويندو دي مقفوله بعمل لها ماكسمايز من هنا، وبختار في البلوت ستايل تيبل بين اسايمنت حاجه اسمها مونوكروم دوت سي تي بي. مونوكروم دي بتعمل ايه؟ بتحول كل الكالرز الالوان للخطوط المرسومه هنا للون اسود، فبالتالي تطلع لي الرسمه ايه كلها لون واحد لون اسود. خلاص. في حاله بقى لو انت حابب ان انت تطبع الكلام ده تو سكيل، توديه الفوتوشوب بسكيل، بتلغي الاوبشن اللي اسمه فيت تو بيبر وبتكتب هنا 1000 للسكيل اللي انت عايزه. عايز سكيل 1 ل 50 تكتب 1000 ل 50، بس 1 ل 50 مش بيدخل في الاي نود. طيب ال 1 ل 100 بيدخل في الاي نود؟ اه بيدخل في الاي نود. فزي ما انت عايز. انا هنا مش فارق معايا السكيل قوي، فممكن اعمل فيت تو ايه؟ فيت تو بيبر. اوكي. طيب يبقى انا اخترت مقاس الورقه، عملت مونوكروم، خليته بورتري، ما فرقش معايا السكيل قوي. فبعد كده بروح طبعا عملت ويندو على الرسمه بتاعتي. ممكن نعمل بريفيو كده ونشوف الفايل، هل هو الخطوط والريزوليوشن بتاعتي واضحه؟ تمام. الدنيا كلها على الاي نود مظبوطه. ممكن بقى ادوس اوكي. هيسالني طبعا انت عايز بقى تسيف الفايل ده فين؟ الاكستنشن الفايل اللي هيروح للفوتوشوب اسمه ايه بقى؟ دوت اي بي اس. الفايل الاكستنشن بتاعه اي بي اس. يبقى الخطوات البلوتر دي بيحول لي الدوت دي دبليو جي اللي هو الاكستنشن الملف الخاص ببرنامج الاوتوكاد لدوت اي بي اس، ده ملف بيروح للفوتوشوب بياخد بيعمل راسترايزنج للاوتوكاد ويوديه للفوتوشوب باعلى كواليتي لللاينز اللي عندي في الملف باعلى كواليتي ممكن. انا هسيف الفايل ده على الديسكتوب واعمل له سيف. كده خطوات بالنسبه لبرنامج الاوتوكاد عندي خلاص انتهت. انا كده مش محتاج برنامج الاوتوكاد مره تانية، وممكن اقفل البرنامج بتاعي. طيب هنزل بعد كده هلاقي هنا على الديسكتوب اتسيف لي الاكستنشن اللي هو دوت اي بي اس، وهي دي الفايلات اللي انت هتبقى هتنزل لك مع الماتيريالز او هتبقى الاكسرسايزز بتاعتك هتنزل لك اي بي اس. فانت مش هتكون محتاج برنامج الاوتوكاد في حاجه خالص في التدريب عندنا، لان احنا هننزل لك الملفات بالاكستنشن الاي بي اس جاهزه. هتبتدي بقى تعمل الخطوات اللي انت هتلون بيها الايه الشغل بتاعك على برنامج الفوتوشوب زي ما هنشوف بالخطوات دي مع بعض دلوقتي. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف ايه هي الخطوات اللي احنا هنعملها عشان اقدر اعمل برزنتيشن للماستر بلان ده. الماستر بلان ده زي ما احنا شفناه على الاوتوكاد هو عباره عن ايه؟ عباره عن لاي اوت وفي نفس الشيء جواه المسقط الافقي للدور الايه الارضي بتاعي. طيب قبل ما اخد بقى الفايل دوت وابتدي اوديه على برنامج الفوتوشوب ونعمل له برزنتيشن، انا اكيد عارف ان في بعضكم مش قادر لسه يوصل له نقطه ايه هو المسقط الافقي، يعني ايه بلان، يعني ايه
لاي اوت، يعني ايه سكشن، كل التفاصيل دي ممكن تبقى مشكلة عندك. ففي سوفت وير كده انا هفتحه دلوقتي، هفرجك من خلاله على موديل ونموذج 3D، وهنشوف ايه هي المسميات المختلفة اللي احنا بنسميها للمشروع بتاعنا، وازاي بنقدر نعمل يعني ايه بلان، يعني ايه سكشن، يعني ايه لاي اوت. كل المصطلحات دي هنشوفها من خلال البرنامج دوت. طبعا البرنامج ده انت مش هتاخده دلوقتي خالص، ده بتاخده في سنة 5 في المستوى الرابع، لكن انا من خلاله هفرجك على مشروع كده، ونشوف يعني ايه واجهة، يعني ايه سكشن. اكيد في بعضنا ايه لسه المفاهيم دي ممكن تكون مش واصله له، فان شاء الله من خلال الشرح السريع ده للفرق بين المساقط المختلفة وهي بتبقى عبارة عن ايه، هنشوفها مع بعض. تمام، انا هفتح مشروع على البرنامج دوت نموذج، ونبتدي نشوف بقى ايه هو اللي اوت، وايه هو السكشن، وايه هو الاليفيشن، وازاي بنقدر ناخد المساقط دي. البرنامج ده بيعمل المساقط دي اوتوماتيك في وقت سريع جدا، وهو طبعا يعتبر من احدث التكنولوجيز اللي وصلنا لها دلوقتي في الشغل المناظير المعمارية، اللي هو برنامج ريفيت، احدث طبعا من الاوتوكاد في التقنية اللي بيشتغل بيها حاجة اسمها البي اي ام. طيب عشان ما اطولش عليكم كده سريعا، في البرنامج انا ما بجيب ده كده اسمه perspective، منظور. المنظور زي ما احنا شايفين بيبقى موضح ايه كل التفاصيل الخاصه بالمبنى بتاعي. لو انا بصيت للمبنى دوت في الاتجاه دوت، ده كده اسمه الفرونت، شايفين؟ يبقى انا كده شايف ده الاليفيشن بتاعي، الواجهه بتاعه المبنى بتاعي. طبعا بيبقى عندي 4 اليفيشن، في اللي هي مثلا الواجهه اللي من جهه الشمال، الشرق، الغرب، الجنوب، فالواجهه الشماليه، الواجهه الغربيه، الشرقيه، وهكذا. فكل دي واجهات خاصه بالمشروع بتاعي زي ما احنا شايفين كده. يبقى لما ابص على المبنى بتاعي في الاتجاهات المختلفه دي الاربعه، دي هي الواجهات، ده اسمه المنظور او البرسبكتيف. لو بصيت من التوب فيو بالشكل دوت، ده اسمه اللي اوت، كاني راكب طياره فوق خالص المبنى وببص على المبنى من فوق، فشايف الروف بتاعه اللي احنا شفناه، التيرس اللي موجود هنا، السلالم، كل الشكل ده. طبعا مسارات الحركه بتاعت العربيات، لو في اي لاندسكيب اشجار، فده اسمه اللي هو الموقع العام او اللي اوت بتاعنا، وده اللي احنا ان شاء الله هنعمل له برزنتيشن على برنامج الفوتوشوب، اظهار ريندرينج. تمام، طيب ايه هو المسقط الافقي وايه هو القطاع؟ لما اقطع في المبنى دوت، هعمل كده امر هنا، هعمل شو للهيدن اليمنت. تمام، لما اجي اقطع في المبنى بتاعي بالشكل ده على مستوى مثلا الدور الارضي ده، وابص على الرسمة بتاعتي من التوب فيو، فكده انا شايف الايه، الفرش الداخلي جوه المبنى، الحوائط بتاعتي، كل التفاصيل دي. ده كده اسمه مسقط افقي للدور الارضي. تمام، يبقى انا لان انا قاطع بسكينة على مستوى الدور الارضي، لو هو نفس البلان طلعت فوق شوية كده، ده مسقط افقي للدور الاول. لو بصيت عليه من التوب بيبقى انا شايفه بالشكل ده، بيبقى ممكن يبقى الحوائط بتاعتي مختلفة شوية، او شكل التقسيمات الداخلية للفراغات المختلفة، اكون مغير في المساحات زي ما انا عايز. فده كده اسمه المسقط الافقي. هو البلان هنا من اصل البرنامج نفسه، ممكن مسجل من خلاله، بيجيب لي على طول الرسومات بتاعه الدور الارضي، الدور الاول، اللي اوت اللي هو الموقع العام، بشوف فيه شكل المبنى من بره. الواجهات الاربعه هتلاقيها وهي اوريدي برضو متسجله من هنا، بس انا حبيت اوريها لك على المنظور عشان تفهمها اكتر. دي الواجهات الاربعه بتاعه المبنى بتاعي. تمام، لو انا عامل سكشن بقى، يعني ايه سكشن؟ يعني انا جيت قاطع في المبنى بس رأسيا مش افقيا، يعني انا كده قاطع في المبنى على بسكينة على مستوى افقي، لو جيت قطعت في الاتجاه ده او الاتجاه ده، يبقى انا كده بعمل ايه، سكشن رأسي في المبنى بتاعي، زي السكشن ده مثلا على سبيل المثال.
ده سيكشن رأسي في المبنى بتاعي مبين لي برضو التفاصيل بتاعتي، فده اسمه السكشن. ده طبعا سكشن 3D، انت بتقطع في المبنى وتبص ستريت بالشكل ده، بيكون ده هو السكشن بتاعك. تمام، هتلاقي هنا برضو البرنامج ممكن بيعمل لي سكشنز زي ما احنا شايفين، في سكشن طولي وسكشن عرضي، اهو ده سكشن في المبنى بتاعي، طبعا مبين لي البلاطة بتاعت المبنى، الحوائط، الشبابيك، كل التفاصيل بتاعتي بتبقى باينة فيه. خلاص، فكده احنا سريعا كده اتعرفنا على المسميات المختلفة، سواء كان بلان، سكشن، اليفيشن، لاي اوت، عشان لما اتكلم معاك في برنامج الفوتوشوب تبقى مستوعب شوية من خلاله ايه هو الايه، يعني ايه واجهة، يعني ايه قطاع، عشان لما نيجي نلون الكلام دوت ونعمله برزنتيشن تبقى برضو انت مستوعب معايا. وانت طبعا المفروض ان الكلام ده انت اخدته في الاسقاط المعماري، لو ما كنتش لسه خدت الاسقاط اديني اديتك فكرة عامة عن الاسقاط المعماري سريعة، عشان لازم تبقى النقطة دي مستوعبها قبل ما ايه ما تبتدي تلون على برنامج الفوتوشوب. طيب، هنقفل بقى البرنامج ده خلاص، وتعالوا بقى نشوف مع بعض الخطوات اللي هنعملها عشان اعمل اظهار للماستر بلان بتاعي. طيب، اول خطوة هعملها ان انا هعمل دراج للفايل الاي بي اس بتاعي وهرميه كده جوه برنامج الفوتوشوب. طيب، اول ما هعمل الحركة دي هلاقي ان انا عندي انه هيحول لي الفايل ده، هيعمل له راسترايز، يعني هيبتدي يحوله من موديل خطوط فيكتور لراستر، فدي معنى الراسترايز، واحنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده في الانترودكشن، ايه الفرق بين الفيكتور والراستر. تمام، ده مقاس الورقة اللي نازلة عندي. اللي كل اللي انا هعمله اني هخلي الريزوليوشن دي 300، والخطوة دي مهمة جدا، بيكسل بير انش مش بير سنتي، 300 بيكسل بير انش. والمود بتاعي هختاره هنا حاجة اسمها RGB color. اوكي، يبقى مجرد ما اعمل دراج للفايل جوه برنامج الفوتوشوب هختار ريزوليوشن 300 والمود RGB، ما انساش ال 300 بيكسل بير انش مش بير سنتي، وهدوس اوكي. طيب، هلاقي ان الفايل بتاعي اتعمل له راسترايز. عشان ابتدي اشوف الفايل ده، طبعا انا الاول هسمي اللاير دي اسمها مثلا ماستر بلان. ماستر بلان ده هو ايه الفرق بينه وبين اللاي اوت؟ هقول لكم دلوقتي اول ما نظهره. عشان اظهر الخطوط، طبعا الخطوط لو انا عملت زوم عليها هلاقي الدنيا واضحة وكله تمام مظبوط، بس طبعا هو محطوط ايه الفايل الاي بي اس بينزل شفاف زي ما انتم شايفين، بينزل على خلفيه شفافه. فعشان الموضوع يوضح عندي الخطوه اللي بعد كده هعمل لاير، نيو لاير، وهسمي اللاير دي الباك جراوند بتاعتي واقول له اوكي، وهروح اختار البينت باكيت وهلون بلون ابيض بالشكل ده. تمام، مهم جدا وانت بتلون، قبل ما تلون عشان ممكن تلاقي المشكله دي تحصل لك، الاوبشنز اللي فوق في الخاصه بالبينت باكيت اللي هو جردل اللون ده، اتاكد ان اول اوبشن وتاني اوبشن اللي هو الانتي الايز والكونتيجوس الاثنين دول متعلم عليهم وما تعلمش على اول لاير. والاوبشن ده انا هقول لك هو هنعمل بيه ايه بعد كده في تلوين العناصر المختلفه، فزي ما قلنا هتعلم على اول اتنين بس، وتختار اللون الابيض يبقى هو الفور جراوند، وتقف على اللاير باك جراوند وتلون او تدوس كليك جوه الايه الورقه، هتلاقي الورقه بالكامل اتلونت باللون الابيض. هعمل لها دراج وانزلها تحت. تمام، هعمل دراج للايه للباك جراوند. تمام، طيب بعد كده هروح اقفل الباك جراوند، ودي خطوه مهمه جدا، يعني هعمل لها لوك. ليه؟ عشان ما لونش عليها خالص، لو جيت وقفت عليها وحاولت الون مش هيرضى، لان انا هعمل لها لوك. مش بس هي اللي هعمل لها لوك، هعمل لوك كمان للماستر بلان. يبقى هتعمل لوك لللاير الباك جراوند اللي حطيت عليها الكالر الابيض،
ولاير للماستر بلان. يعني ايه بقى ماستر بلان؟ قبل ما نبتدي نشوف هنعمل برزنتيشن ازاي او ايه هي الطرق المختلفه للتلوين عندي وازاي هنبتدي ناخد نجرب كل الاوامر اللي اتشرحت في داي 1 وداي 2 في الفوتوشوب، كل الاوامر اللي خدناها اللي فاتت هنبتدي نطبقها في الماستر بلان دوت مع بعض، وهتبقى ريفيجن برضو، وهنشوف بقى ايه هي الخطوات التلوين للماستر بلان. الماستر بلان زي ما احنا شايفين هو بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى فيه لاي اوت، جزء الارض الخارجية بتبقى ظاهرة عندي بكل اللاندسكيب، حمام، ده حمام سباحة باصص عليه من التوب فيو زي ما قلنا، وفي نفس الوقت البلان باين عندي، تمام؟ فده بنسميه ماستر بلان. لكن لو خدت البلان ده كده بس بدون قطعة الارض اللي حواليه، ده بيبقى ايه؟ بيبقى بلان مسقط افقي بس بدون الايه؟ اللاي اوت اللي حواليه، الموقع العام اللي حواليه. لكن لما بجمع بين المسقط الافقي مع الموقع العام فده بنسميه ايه؟ ماستر بلان. طيب كده انا خلاص عرفنا الخطوات بتاعتنا، عرفنا ان احنا هنعمل لوك، ولوك ليه؟ عشان اضمن ان انا ملونش على الليرز دي خالص، وده الصح، ما ينفعش الون عليها تمام. تعالوا كده نركز اكتر شويه، نعمل زوم عن طريق الزوم تول شرحناه قبل كده على الماستر بلان بتاعنا ونشوف هنلونه ازاي. اول خطوه هعملها انا دلوقتي مثلا عايز الون الحوائط بتاعه الايه؟ الماستر البلان بتاعي المسقط الافقي. فهروح اعمل لاير جديده وهسميها مثلا ايه؟ وولز، حوائط، واقول له اوكي. طيب هل بقى هنا في الوولز هعمل لها لوك؟ طبعا لا، انا عايز الون عليها. فوانا واقف على الوولز كده هختار الجريدينت، اسف، البينت باكيت، وهختار اللون الاسود وهبتدي الون الحوائط بتاعتي. طيب في اللحظه دي لو انت اخترت البينت باكيت تول وجيت تلون الحيطه تدوس عليها كليك هنا، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل بقى؟ لون لي الشفافه بالكامل اسود. طب انا مش عايز كده، انا عايز الون مين؟ الجزئيه دي بس. عشان اقدر الون الجزئيه دي بس في اوبشن بقى فوق خالص اسمه ايه؟ all layers. all layers بيخليك، طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان البينت باكيت هي بتشتغل كانها بتملى مساحه من الكالر، تمام؟ فبدل ما اعمل ماجيك واند وبعد كده الون بالبينت باكيت، هي البينت باكيت نفسها بتعمل ايه؟ بتحط اللون وتستخدم كانك استخدمت الماجيك واند في خطوه واحده. فاحسن حل ان انت هتختار البينت باكيت وتروح تعلم بقى المره دي على اوبشن ايه؟ اول لايرز، عشان يقرا الماستر بلان اللي تحت الوول. فساعة لما هدوس بقى لو انا معلم على الاوبشن ده مش هتحصل المشكله اللي حصلت، هيبتدي يلون لي فعلا الحوائط بتاعتي بس، تمام؟ طيب لو جيت تلون هنا هتلاقي هنا في بروبلم، ان هو بيلون لك الحيطه بالارضيه بتاعت الحمام بتاعتك، صح؟ بالشكل ده. ده معناه ان في خطوط مفتوحه في الاوتوكاد، وهو ظهرت قدامنا ان الجزء ده مفتوح، فما جاي يلون الحيطه راح داخل على الارضيه. طب ايه الحل للمشكله دي؟ المشكله دي اقدر احلها، وهي على فكره مقصوده في التلوين بالذات في المسقط دوت. عشان اقدر احل المشكله دي لازم اقفل الحته دي. طب الحته دي ممكن اقفلها ازاي؟ عندي كذا طريقه ممكن اقفل بيها الحته دي. ازاي؟ ممكن اجي اللاير الماستر بلان، في الحاله دي هفك اللوك وهعمل ماركي وهعلم على الجزئيه دي عندي بالشكل ده. تمام، بعد ما علمت على الجزئيه دي طبعا هختار نيو سيلكشن واعلم على الجزئيه دي واروح الونها بالجريدينت. طب ايه ده، هتلونها وانا واقف على الماستر بلان؟ هقول لك اه، عشان انا عايز اصلح الغلط اللي حصل هنا. خلاص، وهروح ايه؟ الون كل السيلكشن ده، انا هلونه، تمام، وهدوس كنترول دي عشان يلغي السيلكشن. شايفين كده انا قفلت الارضيه. هرجع اعمل لوك تاني للماستر بلان. طبعا ده مش هتحتاج تعمله لو انت الخطوط بتاعت الاوتوكاد مقفوله مظبوط، مش هتحتاج تعمل الخطوه دي خالص، تمام؟ بس هي هنا مقصوده عشان تقدر انت تبتدي تفكر وتشوف هتتعامل ازاي. فانا قلت لك حل المشكله بالنسبه لتلوين الايه؟ الماستر بلان دوت. طيب
هرجع اقف على الوول تاني وهختار البينت باكيت. طبعا انا بعد ما خلصت رسم للخط الصغير اللي هنا ده قفلت تاني اللاير عشان اضمن اني ملونش عليه. لو جيت بقى دوست هنا مرة تانية هلاقيه لوني كله. ليه؟ لان انا معلمتش على اول لاير. يبقى منساش بعد ما اختار البينت باكيت قبل ما الون الحوائط اعلم على ايه؟ اول لايرز. تمام، شايفين كده المشكلة هنا اهي اتحلت. هبتدي بقى الون كل الحوائط باللون الاسود بالشكل دوت، كل الحوائط بتاعت الايه؟ المشروع بتاعتي. طب في حد يقولي هي دي حيطة؟ لا، ده سلم، ده دي مش حيطة، لاني لو عملت حيطة هنا وهنا طب هو الشخص ده هيدخل من الباب ده ازاي؟ فينفعش دي تكون حيطة ودي حيطة. طيب بالشكل ده كده انا تقريبا لونت ايه؟ كل الحوائط بتاعتي. في هنا حوائط مثلا خاصة بالجراج، ده الجراج بتاع الفيلا. تمام، يعني كده تقريبا انا لونت الايه؟ الحوائط بتاعت المشروع بتاعي. طيب تعالوا نتكلم بقى لو انا عايز اعمل مثلا ارضية للفراغات المختلفة بتاعتي، الغرف النوم مثلا، عايز ادي هنا ارضية خشبية، هعمل الكلام ده ازاي؟ اول خطوة خالص هعملها ان انا هعمل بالماجيك واند سيلكشن، هعمل سيلكشن بالماجيك واند على الاوضة اللي عايز الونها، ولتكن الغرفة دي مثلا. طيب بعد ما اخترت الغرفة دي بالماجيك واند، يعني اخترت الماجيك واند ورحت دايس كليك هنا جوه الاوضة، اعمل لي سيلكشن على كل الكلام ده. تمام، انا ممكن اقلل السيلكشن شوية في التوليرنس بتاع الماجيك واند، اخليه يفضل 11 مثلا. طيب انا عايز اضيف الجزئية اللي تحت الباب دي للسيلكشن بتاعي، فعندي الماركي تول في هنا حاجة اسمها اد تو سيلكشن، اد تو سيلكشن، هروح اضيف الجزئية دي. اوكي، هروح اضيف الجزئية دي بالشكل ده. طيب ايه هو بقى الامر اللي انا هعمل بيه ارضية للغرفة بتاعتي؟ اول حاجة علشان ابتدي احط صورة باترن او اعرف باترن جوه برنامج الفوتوشوب، لازم اروح ادور على الصورة دي وافتحها الاول. فطبعا هتلاقوا الماتيريالز دي انا مديها لكم. تمام، فخلينا نختار اي صورة نفتحها مع بعض، وليكن الصورة الارضية الخشبية دي، هاخدها وهفتحها لوحدها خالص في الايه؟ في الفايل تاب فوق. تمام، دي صورة اهي انا عايز ابتدي استخدمها واحطها جوه الفراغ المعماري بتاعي اللي هي غرفة النوم دي. فعشان اعرف pattern بخش على حاجة اسمها edit في قائمة في المنيو بار edit، واختار هنا حاجة ايه اسمها define pattern. يبقى اخش على في المنيو بار edit define pattern، هقول له اوكي. تمام، اي بقى صور تانية، اي انواع مختلفة من الارضيات، لاندس مثلا عندي جرين اريا، اي حاجه بضيفها وابتدي اعمل نفس الخطوه دي، الامر ده اللي هو edit define pattern. طيب بعد كده ممكن اقفل الصوره دي مفيش مشكله. الامر بقى اللي هخليه يملالي المسطح ده كله بنوع الارضيه اللي انا اخترتها اسمه ايه بقى؟ layer new في layer pattern، وده الامر اللي احنا هنشتغل بيه. يبقى هخش على layer new في layer pattern. اوكي، طيب مجرد ما اختاره ممكن بقى اسمي الغرفة دي، اقول والله دي البيدروم مثلا، خلاص دي البيدروم بتاعتي، عشان ابقى عارف ان layer دي انا اشتغلت عليها على اجزاء الايه؟ البيدروم مثلا، واقول له اوكي. مجرد ما اعمل الكلام دوت هلاقي الارضية اوتوماتيك نزلت على الايه؟ الفراغ بتاعي، بس السكيل بتاعها كبير شوية فانا ممكن اصغره، اقول له خلوني 50% مثلا. خلاص انا شايف ده مناسب، خلاص هقول له اوكي. ممكن اعمل سنتر او سناب تو اوريجين، هيسنتر لي الايه؟ الصورة
في المسطح اللي انا اخترته. تمام. طب هو ايه اللي حصل هنا؟ هو انا ليه ما عملتش لاير جديده وبعد كده لونت عليها؟ ده امر لاير نيو في اللاير باترن، هو اوتوماتيك بعد ما انا طبعا اخترت المساحه، هو اوتوماتيك بيعمل لاير لوحده. اوتوماتيك هو عمل لاير لوحده، مش بس كده، ده عمل لاير لوحده جنبها الماسك اللي احنا شرحناه ايه في المحاضره اللي فاتت. ايه فكره الماسك ده؟ فكره الماسك ان هو عمل الارضيه دي فعليا على مسطح الورقه بالكامل، واخفى الارضيه دي ما عدا المنطقه اللي انا اخترتها. يعني لو ركزت هنا في الماسك هتلاقي ان انا ان الماسك كله اسود ما عدا فيه كده نقطه بيضاء. النقطه البيضاء دي معناها ان دي الاجزاء اللي انا عايز اظهر منها نفس نوع الارضيه دي في كل الفراغات المعماريه المختلفه. هنشوف الكلام ده وهنطبقه. المهم ان انا اخترت المساحه ودوست اوكي. طيب ممكن حد يقول لي في هنا الباب بتاعي الارك اللي كان هنا اختفى ليه؟ لان انا حاطط المسقط الافقي بتاعي تحت خالص. المفروض في الاظهار عندي ان دايما المسقط الافقي يبقى هو في التوب، يبقى هو اعلى واحد خالص، لان احنا اتفقنا ان برنامج الفوتوشوب اللايرز عندي بتتقري من فوق لتحت. تمام. فهتلاقي الباب ظهر، فانا كده عملت دراج للماستر بلان لاير وطلعتها فوق فظهر الباب عندي بالشكل ده. طيب ايه فايدة الطريقة دي في التلوين؟ فايدة الطريقة دي في التلوين ان انا ممكن في اي وقت اغير شكل الارضية دي. يعني لو دوست هنا دبل كليك هلاقي هنا ظهر لي الباترن فيل، ممكن اغير بقى اقول له انا عايز النوع ده من الارضية، اضيف انا صورة تانية واختار نوع تاني زي ما انت عايز. فممكن من هنا اقدر اغير الصورة. مش بس كده، ده انا ممكن اروح اعمل سيلكشن، تمام، وادوس على واضيف الباب عن طريق الماركي اد تو سيلكشن، واضيف هنا الباب اهو بالشكل ده لغرفة النوم دي. تمام. انا عايز بقى الون الفراغ ده كله، هعمل ايه؟ هل هقعد اعمل لاير نيو في اللاير باترن؟ ملهاش لازمة. لو هو نفس التشطيب ده بالظبط وانا مش عايز اعمله على لاير جديدة، عايز اعمله على نفس اللاير، هنطبق بقى اللي احنا شرحناه في المحاضرة اللي فاتت لما شرحنا اللاير ماسك، اللي هو ايه؟ هروح اقف. على فكرة كل خطوة انا بقولها لازم تنفذها بالظبط، لو عملت اي حاجة تانية هتطلع هتبوظ الرسمة تماما، شغلك هيبوظ كله، هتقابلك مشاكل كتير. فالاول هتروح تقف على الماسك اللي هي اللاير السودا دي، مش على الباترن. هتدوس كليك هنا على الماسك كليك واحدة بس، وهتروح تختار البينت باكيت وتلون بلون عكس لون الايه؟ الماسك زي ما اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت. هختار المنطقة السوداء وهلون باللون الأبيض. مجرد ما عملت اللون الأبيض ايه اللي حصل؟ ابتدى يظهر لي الايه؟ الأرضية دي. ده معناه ان انا لو عملت شو اور هايد لللاير دي كده معناها ان انا عامل الاوضتين دول على نفس التشطيب، وممكن انا اكون عايز اعمل كده بحيث ان انا مثلا العميل قال لي والله الارضيه دي مش عجباني، فاقول له طب ايه رايك في الارضيه دي؟ قال لك اه دي احسن شويه مثلا. فتقدر تديله بدايل وتفرجه سريعا على كل الايه التشطيبات الداخليه للارضيات بتاعه الايه المشروع بتاعك. تمام. زي ما انت عايز، ممكن تختار دي اللي انت عايزه. طيب تمام. نقول تاني، انا عايز مثلا اخلي غرفة النوم الماستر بلان مثلا الرئيسية هنا مثلا تاخد نوع تاني، فهنقول الخطوات تاني. بختار بالماجيك وند، بدوس طبعا وانا معلم على سامبل اول لايرز، بختار الماركي تول واختار اد تو سيلكشن، واضيف الجزء بتاع الباب. تمام. هل بتبقى فرقه بقى في امر لاير نيو في اللاير باترن؟ هل الامر ده لازم ابقى واقف على حاجه؟ لا مش لازم، اقف على اللي انت عايزه. ليه؟ لان الامر ده اوتوماتيك، هو هيعمل ايه؟ لاير جديده لوحده. خلاص. هقول له والله دي الماستر بيدروم مثلا، واقول له اوكي. وبنفس الطريقة بقى هختار نوع الأرضية وليكن ده، هصغر السكيل بتاعها مثلا 40%، 50%، 45%، وأقول له
snap to origin وندوس اوكي. تمام، شايفين هو اوتوماتيك عمل لير جديده اسمها ايه؟ ماستر بيدروم، ودي هي لير الايه؟ البيدروم. لو كبرت ده شويه هبتدي يبان لي الايه؟ الاسامي بتاعت اللايرز. وبنفس الطريقه دي هتبتدي تعمل كل فراغ معماري عندك، الريسبشن، الحمام، الجراج، كل الفراغات دي لازم تتلون، ما ينفعش تتساب خالص. تمام؟ طيب احنا خدنا المحاضرة اللي فاتت حاجة اسمها البلندنج اوبشنز. من ضمن الاوبشنز اللي فيها امر في البلندنج لاير ستايل بلندنج اوبشنز، كنا خدنا حاجة اسمها بيفل. بيفل دي انا ممكن استخدمها في تلوين الفرش وادي للفرش احساس ال 3D كأنه ثلاثي الابعاد مجسم يعني. ده بعمله ازاي؟ تعالوا نشوف كده. لو انا عايز الون الكرسي ده وادي له احساس التجسيم ده من خلال اللاير ستايل، تمام، احنا اتفقنا الاوامر المختلفة اللي احنا شرحناها هنبتدي نطبقها على كل الايه؟ الفرش بتاعي والمساقط المختلفة بتاعتي. هخش من هنا هختار الكرسي بتاعي بالماجيك وومت، طبعا هدوس اد تو سيلكشن واختار كل منطقة في الكرسي بتاعي. هنا بقى هحتاج يفضل ان انا اعمل لاير جديدة خلاص، وممكن اسميه مثلا chair material مثلا، ادوس اوكي. شايفين هنا عمل لي لاير جديد. اوكي، هروح اختار هنا لون مثلا قريب للبيج دوت، فممكن اعمل بالاي دروبر تول اختار اللون البيج وادوس اوكي، واروح الون على لير التشير ماتيريال دي ايه؟ الكرسي بتاعي. طيب هو انا لو شلت كونتيجوس، يعني النقطة دي برضو مهمة، افرض انا عملت سيلكشن على اكتر من منطقة، لو انت معلم على كونتيجوس وقول لير هتضطر تدوس كليك في كل منطقة فيهم، لكن لو شلت اوبشن كونتيجوس ودوست كليك في واحدة فيهم هيلون الكل مرة واحدة، ودي حاجة برضو بتسرع في الشغل بتاعك. يبقى كل اللي انا عملته عشان ادي لون للكرسي ده عملت لاير جديدة ورحت مديها لون بيج، وهخش هدوس عليها رايت كليك حاجة اسمها الايه؟ البلندنج اوبشنز، اتشرحت بالتفصيل. طيب هخش في البلندنج اوبشن لاير ستايل، هعمل حاجة هنا اسمها بيفل اند امبس. شايفين اصلا مجرد ما باكتفها بيبتدي يديني تجسيم للكرسي ده كأنه رامي ضل على نفسه وكأنه في بارز وغاطس، والكلام ده اتكلمنا عليه، ممكن ازود احساس البروز بتاعه اب او داون، غالبا هيبقى اب، طبعا ما تزودش السايز قوي بتاعه هيبقى بسيط جدا، ممكن اعمل سوفتنج للتجسيم بتاعي شوية، اغير الزاوية بتاعت التجسيم مثلا 45 زي ما انت عايز. تمام، تعالوا كده ندوس اوكي ونشوف الكرسي ده من بعيد شوية، هتحس ان هو ايه؟ كأنه في تجسيم، كأن الكرسي ده مجسم. بص كده، غير لما هيبقى واخد لون واحد كده، واخد ظل ونور وكأنه ايه؟ مجسم. تمام، فالبيفل ممكن بيستخدم برضو في تلوين الايه؟ الفرش بتاعي. تمام، طيب كل الحاجات دي بتدي رياليتي ومحاكاة اكتر للايه؟ للواقع، فبيبتدي شغلك ايه؟ يبقى ايه؟ افضل من لما هو مثلا كده كأنه لون واخده 2D وخلاص. طبعا كلها مدارس في الاظهار، انت بتتعلم هنا كل الاوامر وبتبتدي من خلالها ايه؟ تختار لنفسك الطريقة الانسب في البرزنتيشن واظهار الايه؟ الماستر بلان بتاعك. طيب ده كده على مستوى الايه؟ البلان. كده احنا اتكلمنا على بعض الاوامر اللي هنعمل بيها اظهار لاي مسقط افقي، لاي بلان. تمام، طيب تعالى نتكلم على تكنيكس ممكن تستخدم برضو للاي اوت. ده حمام سباحة، يعني المنطقة دي كلها مفروض يبقى فيها مية، وده مثلا تندة خشبية بلون، مثلا هعملها بلون بني وارملها ظل مثلا. طيب تعالى نشوف كده، انا هدوس هعمل لاير جديدة
واسميها ايه swimming pool وهدوس اوكي. هختار لون فاتح شوية ازرق قريب من لون مية حمامات السباحة، وهروح بالجريد بالبينت باكيت وهلون الجزئيتين دول. طيب في امر برضو في البلاندنج اوبشنز احنا شرحناه قبل كده اسمه الانر شادو. اسمه ايه؟ انر شادو. انا كده كاني حطيت لون، ممكن اخش على الاوبشن اللي اسمه انر شادو واغير في الديستنس بتاعتي بالشكل ده، فكده كاني خليت حمام السباحه يرمي ايه ظل داخلي. بصوا الكلام ده طبعا كل الكلام ده بيعلي من الكواليتي بتاعت الايه الاظهار بتاعتي. شايفين قبل وبعد دوت كده من غير الظل الداخلي وكده بالظل الداخلي. طيب طيب عايزين نلون البرجولة دي، ممكن برضو اعمل لاير جديدة. خلاص ممكن اسميها مثلا ايه برجولة مثلا واقول له اوكي، واختار البينت باكيت واروح اختار لون مثلا براون، لون بني شوية. مثلا الدرجة دي اقول اوكي، واروح الون البرجولة دي وبرضو ارميلها ظل. blending options drop shadow، بس المرة دي مش inner shadow، هختار drop shadow بقى واقف على drop shadow هنا وازود ال distance شوية. شايفين ابتدى يرميلها ايه ظل، فكأنها ايه اخدت احساس ال 3D. لو الظل ده انت شايفه قوي شوية ممكن تقلل الاوباستي بتاعته من هنا وندوس اوكي. طيب تعالوا نتكلم شوية بقى على اللاندسكيب. لو انا عايز اعمل منطقة هنا زرع مثلا جراس ويبقى فيها تدريجة من الكالرز، او ايه التكنيك اللي هنلون بيه منطقة اللاندسكيب؟ اللاندسكيب دي يعني المسطحات الايه الخاصة بقطعة الأرض، بيبقى فيها حاجة اسمها الكونتور لاينز، خطوط الكونتور، وهي دي الخطوط اللي ظاهرة قدامي. بمعنى إن عندي مناطق مرتفعة ومناطق منخفضة في قطعة الأرض بتاع المبنى بتاعي، فدي اسمها خطوط الإيه الكونتور. يعني المسافة دي ممكن تكون على ارتفاع 3 متر، دي مثلا على ارتفاع 2 متر، دي 1 متر، وهكذا. أوكي طيب انا هطفي البرجولة دي، هطفي اللير بتاعتها مؤقتا بس وانا بلون الايه اللاندسكيب بتاعي. طيب عشان اضيف هنا صورة لللاندسكيب هخش هنا عندي في صورة فيها جراس تكتشر، سي انا هستخدم النوع ده مثلا او ده. اتفقنا عشان اعرف الباترن دي بفتح الصورة لوحدها واقول له edit define pattern edit define pattern، ممكن اسميه مثلا grass. اسميه grass وادوس على اوكي. كده هي اتعرفت عندي. ابتدي اختار المسطحات المختلفة بتاعتي، ممكن اختار دي مثلا ودي ودي random كده، بختار المسطحات بتاعتي بالشكل ده تمام، واخش على الامر بتاعي اللي هو layer new fill layer pattern، واقول له ده مثلا grass النوع الاولاني وادوس اوكي. هلاقي ان هو اوتوماتيك حط لي الباترن في منطقة السلكشنز بتاعتي، وزي ما انتم شايفين عندي الماسك في مناطق بيضاء وفي مناطق سوداء، واتكلمنا عليها قبل كده نفس الكونسبت ده. السكيل ده كبير جدا طبعا على سكيل الزرع ده كبير على المبنى بتاعي، هصغر السكيل ده خليه مثلا 22 مثلا ونجرب كده تمام مناسب شوية. خلاص وهقول له اوكي. طيب هتلاحظ ان الزرع ده لونه تقيل شوية، اللاير دي عايزة ايه تخف شوية. فعندي في البلندنج اوبشنز امر احنا اخدناه برضو المحاضرة اللي فاتت اسمه color overlay.
انا ممكن احط لون، اختار من هنا color، لون اخضر مثلا فاتح شوية، تمام، واقول له اوكي، واقلل الاوباستي بتاعته. شايفين؟ هقلل الاوباستي بتاعته. اداني تكنيك ايه مختلف في اللون، شايفين؟ طبعا ده اصل الصورة، لما حطيت فوقيها لون اخضر شفاف ابتدى يديني تكنيك ايه مختلف. فالتكنيك المختلف ده في لون الجراس افضل بكتير قوي من ان انا احط الصورة زي ما هي، وهو ده اللي انا عايز اشوفه. وعايزك تبتدي تستخدم كل الاوامر اللي احنا قلناها، وتبتدي تفكر وتشغل دماغك شوية، ايه الامر ده مع ده ممكن يغير في شكل الصورة، بحيث اني احصل على افضل ايه كواليتي ممكنة. وانا بساعدك في ده من خلال ايه شرحنا للتمارين المختلفة بتاعتك. طيب ممكن هنا برضو اروح اعلم على المناطق دي الفاضية من اللاندسكيب بالشكل ده مثلا، وهقول له layer new fill layer pattern، وهسميه grass 2، grass 2 النوع التاني من الزرع، وادوس اوكي. تمام. طيب لو انا عايز اخد نفس السيتنجز اللي هنا انقلها هنا، هقول هنا اوكي. تمام. طبعا انا الاول هخلي نفس النسبة مثلا 22 برضو، واقول له اوكي. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت لو انا عندي هنا layer style وعايز انسخه من layer دي layer دي، بدوس right click هنا واقول له حاجة اسمها copy layer style، واقف هنا واقول له right click paste layer style. طيب ليه انا عملت الخطوة دي؟ عشان انا كل اللي هعمله عشان ادي تكنيك كده معين في presentation لللاي اوت، ان انا ممكن اخش اغير في الاوباستي بتاعت الايه اللون مرة تانية، او حتى افتح اللون ده شوية سنة، وابتدي العب في الاوباستي بتاعته. شايفين كده كأني عملت ايه؟ تدريجة من الزرع، غامق في فاتح، غامق في فاتح، وادوس اوكي. شايفين ده شكله عامل ازاي؟ سوري، شايفين ده شكله عامل ازاي في اللاي اوت؟ مدي شكل كواليتي للبرزنتيشن ايه محترمه، جوده عاليه. فالتكنيك ده ممكن تستخدمه في الايه في اظهار الزرع. عايز تعمل ممرات، ممكن بقى افتح بقى ساعتها اللاير بتاعه البرجولا اللي انا عاملها. عايز ابتدي اعمل مثلا الممرات بتاعه المشاه اللي بين الزرع، كل ده اللي هو الممرات والرصيف والكلام ده كله، برضو ممكن اعمل لها ايه layer new في layer pattern، خلاص، واسميها زي ما انا عايز. ممكن اسميها ايه path، مسار مثلا، اي حاجة، واختار من هنا مثلا النوع ده من الارضية اللي بتستخدم ايه في ممرات اللاندسكيب الخارجية. ابتدي احط هنا الاسفلت، ابتدي احط الشجر، ودي الخطوة الجاية اللي احنا هنعملها. شايفين طبعا كل ده ايه الكواليتي بتاعت البرزنتيشن ابتدت ايه بنعلى بيها واحدة واحدة. كل ما تختار صور، كل ما تبقى عارف تكنيكس كتير، كل ما بتطلع ايه كواليتي عالية للشغل بتاعك للاظهار او عملية الريندرنج اللي احنا بنعملها. طيب تعالوا نشوف كده، لو انا عايز ابتدي احط مجموعة من الاشجار وارملها ظل، ايه هي الخطوات اللي انا هعملها؟ هتلاقي عندك برضو في المكتبة اللي انا مديها لك، هديك برضو مجموعة اشجار. وطبعا الكلام ده كله ممكن تنزله من على الانترنت، مش لازم تستخدم نفس الماتيريال اللي انا بديها لك، مفيش اي مشكلة. لو عندك صور احدث واحسن والريزوليشن بتاعها اعلى، مفيش اي مشكلة. طيب انا هفتح الشجرة دي لوحدها بالشكل ده، وعايز بقى ابتدي استخدمها في المشروع بتاعي. طيب افضل حاجة خالص ان انت تستخدم الصور اللي تكون ايه الاكستنشن بتاعها بي ان جي. طب ايه الفرق بين البي ان جي والجي بي جي؟ ايه الفرق بينهم؟ الصور البي ان جي زي الصورة دي مثلا على سبيل المثال، لو جيت نفتحها لوحدها هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان الشجرة بتاعتك دي حواليها ايه شفاف، فده بيسهل عليك انك تاخد الصورة البي ان جي تحطها في المشروع بتاعك على طول. فصور البي ان جي بتبقى دايما الايه المناطق اللي حواليها شفافة، فتبتدي تبين لك اللي ورا. تمام. طبعا ما ينفعش اخد الشجرة دي احطها في اللي اوت، لان انا باصص الشجرة دي ايه باصص لها ان اليفيشن، لكن هنا انا شغال باصص ايه
in plan، باصص من فوق لتحت، فما ينفعش احط شجره واجهه في بلان، صح؟ ودي من بعض الاخطاء طبعا كتير اللي كنت بشوفها في التدريبات الايه السابقه، فمهم جدا ان انت تاخد بالك من الموضوع ده. طيب ممكن اكون مش لاقي غير شجره ومش بي ان جي، جي بي جي يعني حواليها وايت بيكسلز. لو انت خدت دوست الت على الموف تول، انت واقف على الموف تول ودوست الت وخدت كوبي من الصوره دي ورحت حاططها هنا، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيها نزلت لك بس حواليها ايه؟ وايت بيكسلز كده، صح؟ لو جيت ترمي ظل، عملت دروب شادو في البلاندنج اوبشنز دروب شادو، هتلاقيه بيرمي ظل على شكل ايه؟ على شكل مربع. طبعا انا مش عايز كده، ده ما فيهوش اي رياليتي. فانا عايز اعمل ايه بقى؟ تعالوا نمسح خلاص الصوره دي. انا عايز امسح المنطقه البيضاء اللي حوالين الشجره دي. عشان اعمل الكلام دوت هروح ادوس هنا على دبل كليك عشان احولها لايه؟ للاير فروم باك جراوند او لاير زيرو، وادوس اوكي. فكده اللوك اللي هنا اختفى. بالماجيك واند هدوس دبليو او اختار الماجيك واند وهعلم على المنطقه البيضاء بتاعتي دي، واحاول اقلل التولرنس خليها مثلا 7، تمام؟ واحاول على قد ما اقدر اختار المناطق الايه؟ البيضاء عندي، وادوس ديليت. ايه اللي حصل؟ مسح لي كل المسطحات البيضاء اللي حوالين الشجره. طيب هاخد الشجره دي كوبي واروح احطها على اللاندسكيب بتاعي. يعني نشوف هي نزلت تحت اهي، اعمل لها موف واحطها هنا. طيب لو جيت قربت عملت زوم على الشجره دي، هتلاقي برضو ان ستيل لسه في مناطق بيضاء حوالين الشجره، تمام؟ هتلاقي لسه ايه؟ في مناطق بيضاء حوالين الشجره بتاعتك. طبعا الموضوع عشان انت تمسح المناطق البيضاء دي هيبقى الوضع يعني مستحيل ان انا اقعد امسح بقى بالماجيك واند جزئيه جزئيه. ففي عندي في البلندنج اوبشنز، يعني بقى اللاير دي ممكن طبعا اسميها 3، اسمي اللاير دي 3 عشان برضو ما تتوهش مني وابقى عارف الايه اللاير دي تخص ايه. ده مهم جدا تنظيم الشغل زي ما اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. طيب هدوس عليها رايت كليك بلندنج اوبشنز، هتلاقي فيه هنا في البلندنج اوبشن ديفولت في هنا حاجه اسمها بلند اف، وعندي هنا مؤشر، تمام؟ او كيرسر، اقدر احرك الكيرسر دي من الوايت اوديها للجراي. شايفين كل ما بحركها ايه اللي بيحصل للون الابيض اللي موجود هنا؟ ابتدى يختفي معايا بالتدريج، تمام؟ طب هل كنت اقدر اعمل الكلام دوت من الاول؟ لا، لازم امسح الاول اللي اقدر امسحه من المسطحات البيضاء اللي موجوده حوالين الصوره، وبعد كده استخدم البلند اف زي ما احنا شايفين كده، وادوس ايه؟ اوكي. فكده طبعا الشجره بقت شكلها ايه؟ احسن كتير والجوده بتاعتها افضل، تمام؟ ممكن ارمي لها ظل؟ اه، في الحاله دي بقى خلاص بعد ما خلصت كل الخطوات دي ممكن بقى ابتدي ارمي ظل للايه؟ للشجره بتاعتي بالشكل دوت. مش عاجبني اللون ده، حبيت احط لون كالر اوفرلاي فوقيها، لون اخضر مثلا شويه غامق. طب الشجره تفاصيلها اختفت، ابتدي اقلل الاوباستي. شايفين ممكن اديها سنه اوباستي بسيطه قوي، فتبقى كانها خدت سنه اخضر زياده، حطيت لون فوق لون. والكلام ده ممكن اعمله في الارضيه، في بعض الارضيات عندي بتبقى لون البيج بتاعها بهتان شويه وانا محتاج ان انا ايه ازود سنه بيج من الكالر، فممكن اعمل ايه؟ احط لون فوقيها وابتدي العب في قيمه الاوباستي بتاعتي، اغير فيها فيديني نتيجه ايه زي ما احنا شايفين، افضل نتيجه ممكن، تمام؟ الشجره دي بقى ممكن اخدها كوبي اكتر من مره بالشكل ده عن طريق ايه؟ وانا واقف على الموف تول بدوس الت، ابتدي اوزع الشجر بتاعي بالشكل ده على كل المسقط بتاعي على خطوط الكونتور بتاعتي، وهو ده اللي بيحصل في الحقيقه بتاعتي. ممكن هنا يبقى فيه كأن مسار هيعدي فوسع شويه بين الشجرتين، الكلام ده كله، تمام؟ طيب شايفين هنا الكيرسر كبرت جدا، ده الموضوع كبير قوي، كل دي شجر. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن عن طريق كنترول، وقلناها برضو في المحاضرة اللي فاتت، اختار كل الشجر ده كله، تمام؟ واعمل له ايه؟ امر اسمه layer new group from layers، واقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ شايف اختزل لي ازاي الموضوع؟ كل الشجر اتحط في ايه؟ في فولدر واحد.
ممكن لو انا طفيت الشجر ده الجروب دوت كل الشجر بيختفي، فممكن طبعا الجروب ده اسميه ايه؟ trees، تمام؟ ويبقى ده جروب خاص بالشجر الصف الاولاني مثلا. عايز تحط كل الموضوع زي ما انت عايز، يعني نظم شغلك زي ما انت عايز، بس زي ما انتوا شايفين الشجر بتاعي عملته في جروب، والجروب ده ممكن اطفيه. طب في شجرة معينة عايز احركها، يبقى هضطر اخرجها اعمل لها دراج بره الجروب، بحيث ان انا لما احركها تتحرك هي بدون ايه ما يبقى ليها علاقة بالجروب. اوكي طيب، فكل الكلام ده تقدر تعمله في تلوين الفرش، في فرش العناصر اللاندسكيب الخارجية، كل الكلام دوت بيساعد طبعا. زي ما احنا شايفين الجودة عمالة تعلى طبعا. لما هتكمل بقى تلوين كل منطقة هنا هتلاقي ايه وصلت لايه لأفضل نتيجة لتلوين الماستر بلان، سواء بقى احنا اتكلمنا فيه جواه على البلان نفسه الداخلي او اللاندسكيب العناصر الخاصة بالموقع العام الخارجي، سواء كانت ممرات مشاة، مناطق مسطحات مزروعة او مسطحات مائية. في المسطحات المائية برضو من التكنيكس يعني، بس انا ما بحبش اشتغل بيها. شايفين هنا عشان انا اختار اللاير دي عملت ايه، دوست رايت كليك هنا وقلت له سويمنج بول، فوقفني عليها اوتوماتيك هنا في اللاير. في الافكتس برضو ممكن ادي حاجه اسمها تكتشر، ممكن ادي تكتشر ملمس معين. البابل ده مثلا بيدي احساس الايه، طبعا ممكن تكبر في سكيله شويه زي ما انتم شايفين اهو، فبيدي كأن هنا الميه ايه، في احساس الميه متحركه شويه، فيها حركه بدل ما هي لون واحد عن طريق حاجه هنا ايه، الصوره اللي هي خاصه بالبابل بحطها هنا في البيفل، واختار التكتشر بتاعي الملمس بتاعي في ايه البابل ده. تمام، ده شكلها. حبيت الإفكت دوت تمام، مش حابه ممكن تطفيه يعني زي ما انت عايز. بالنسبة للمسطحات الايه المائية، تمام كده احنا خلصنا الجزئية الخاصة بالإظهار المعماري للماستر بلان او البلان بتاعي. آخر حاجة بقى هنتكلم عليها البرش او الفرش، تمام. طيب طبعا لو انتوا خدتوا بالكم هنا انا ما استخدمتش الفرشه خالص، انا كل اللي استخدمناه هنا ايه، امر الديفاين باترن، اديت ديفاين باترن، ولاير نيو في اللاير باترن، وشويه لاير ستايلز الاوبشنز اللاير ستايلز اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب الفرشه بقى، البراش تول، البراش تول موجوده في التولز، شورت كات بتاعها بي، شورت كات بتاعها بي. طيب طبعا لو انا حابب اسيف الفايل ده هعمل له سيف، خلينا نسيفه على الديسك توب مثلا. طبعا فايل فوتوشوب زي ما اتفقنا بنسيفه باكستنشن بي اس دي عشان يحتفظ باللايرز بتاعتي. اوكي على الديسك توب سيف الفايل ده، وبعد كده هقفل طبعا. فايل تقيل شوية فشايفين هنا بياخد وقت في السيفنج. كنا احنا اتكلمنا في اول محاضرة خالص عن ان انا ممكن اعلي استهلاك الرام، الفوتوشوب يستهلك نسبة معينة من الرامات بتاعتي، وبالتالي يبقى الاستجابة اسرع شوية من الايه، من السيفنج، من الكالورينج، من اي حاجة او من اي اوامر ايه انا استخدمها. طيب انا هعمل فايل نيو، هسيبه هو يسيف الصوره دي، هعمل ملف جديد، هعمل ورقه مثلا A4 وهقول له اوكي. خلاص هو الفايل ده كده اتسيف، هقفله عشان ما يهنجليش الايه الشغلي على الفوتوشوب. طيب تعالوا نشوف بقى البراشز والتكنيكس بتاعها، ممكن نستخدمها في حاجات كتير في التلوين وتصميم البوسترز برضو هتساعدك في تصميمات الايه البوسترز، وليها تكنيكس كده كتيرة مختلفة هنتكلم عليها مع بعض.
طيب الفرشة مجرد ما بختارها هنا هتلاقي عندك في الاوبشن بار هنا بتتحكم في السايز بتاع الفرشة، مقاس الفرشة والهاردنس بتاعها، وفي هنا مجموعة من الفرش الجاهزة ممكن ايه ابتدي استخدمها وهنشوفها مع بعض بالتكنيكس بتاعتها. خلينا نتكلم على الفرشة الدائرية اللي هي الستاندرد بتاعتنا العادية خالص، تمام. طيب انا لو دوست الت ورايت كليك واتحركت بالماوس يمين وشمال، هولد الت يعني افضل دايس على الت ورايت كليك على الماوس، هيكبر ويصغر الفرشة اوتوماتيك. لو طلعت برضو دايس على الت ورايت كليك على الماوس وطلعت فوق ونزلت تحت بيغير في الهاردنس بتاعي، شايفين؟ ده شورت كات للموضوع. مش عايز تستخدمه كشورت كات، ممكن انت تستخدم السايز من هنا وتقلل الهاردنس من هنا. طبعا لو معلي الهاردنس جامد ودوست كليك على، خلينا نشتغل باللون الاسود مثلا، ودوست كليك هنا، غير لما تقلل الهاردنس خالص وتدوس كليك، شايفين الفرق؟ ده الهاردنس بتاعي عالي جدا وده الهاردنس ايه؟ قليل، تمام؟ ده الفرق بين الهاردنس العالي والهاردنس القليل، تمام؟ طيب هتلاقي بقى في البراش فرش بأنواع تانية مختلفة، زي فرشة مثلا 112، ممكن اختار مثلا هنا لون اخضر، فرشة 112، واكبرها شوية وابتدي اتحرك بالفرشة دي، شايفين بيديني ايه؟ بتلون. هي التكنيك بتاعها انها بتلون زي الزرع كده، بيدي الايفكت بتاع الزرع، تمام. طيب في برضو طبعا الكلام ده الفرشة ليها استخدامات معانا برضو واحنا بنعمل تلوين للاليفيشنز، ليها تكنيكس برضو هنبقى نقولها برضو في الاليفيشنز. في الفرشة رقم برضو 74، دي ليها تكنيك برضو مختلف في التلوين، بتعمل ايه؟ بتلون بسكاترينج، يعني كأنها بتنشر شكل الايه ورقة الشجرة دي وتعمل لها حاجة اسمها سكاترينج. هي الفرشة بتعمل كده، ده التكنيك بتاعها. طيب وانا ازاي بتحكم في التكنيكس بتاعت الفرشة دي؟ يعني افرض السكاترينج ده انا مش عايزه يبقى بالشكل ده، عايزه يبقى بطريقة تانية مثلا، هنشوف الكلام ده مع بعض، تمام؟ خلاص. طبعا بقى انا مش هقدر اجرب معاك كل الفرش، بس واحنا شغالين كده هتلاقيني بتكلم معاك على بعض الفرش ليها تكنيكس واستخدامات في العمارة. يعني شايفين ده مثلا ممكن يكون تصميم لبوستر مثلا في شكل الورد ده بالشكل ده، تمام. طيب عشان تشوف الكلام دوت في قائمة ويندو هتلاقي فيه هنا حاجة اسمها البراش بريسيت، البراش بريسيت، تمام. وفي هنا حاجة اسمها البراش الفرش، تمام. طيب خلينا نفتح البراش والبراش بريسيت موجودين هنا اهو. البراش بريسيت هي الفرشة نفسها، اشكال الفرشة نفسها، يعني كأنه الايه الراس بتاعت الفرشة دي اسمها البراش بريسيت، تمام. طيب البراش تيب شيب بقى هي التكنيكس لكل فرشة، شايفين كده مثلا هنا، تعالوا نخرج دي بره شوية، نخرجها بره ال او هرجعها تاني، اخرج دي بس وارجع دي تاني زي ما كانت في مكانها، وخلي البراش بريسيت دي مش عايزينها دلوقتي. خلينا نتكلم على البراش تيب شيب الخاص بالبراشز اللي هو الايفكت، شايفين بتاع كل فرشة. لو احنا فاكرين من شوية احنا استخدمنا الفرشة رقم 74 على سبيل المثال، هي دي البراش تيب شيب. هتلاقي هنا في تكنيكس من ضمنها حاجة اسمها الديناميك شيبس. الديناميك شيبس دي مسؤولة عن حركة الايه الورق الشجر نفسه، ان يبقى فيه ديناميكية في الحركة زي ما احنا شايفين، وبزود العدد بتاع الورق او اقلله، تمام. لو هعمل دوران في ال 3D roundness jitter، كل الكلام ده settings محتاج ان انت تجربها. السكاترينج هنا مثلا حجمه كبير قوي، ممكن اقلل الكاونت بتاعه شوية، شايفين؟ طبعا دي ظهرت ازاي؟ عن طريق ان انا دوست F5 او ويندو A brush اللي هي القايمة دي، اللي انا بشرح منها حاجة اسمها ايه؟ البراش تيب شيب، تمام؟ اللي هو تأثير الفرشة، تمام. لكن البراش بريسيت ده شكل الايه الراس بتاعه الفرشه، شكلها عامل ازاي
وابتدي اختارها واشتغل بيها. طيب ممكن الفرشة نفسها تاخد texture، ممكن تعمل حاجة اسمها color dynamics. ال color dynamics دي بتعمل ايه؟ ال color dynamics الايفكت ده لو انت مشغله، هو طبعا الفرشة دي فيها كل الحاجات اللي عليها check mark، بس انا ماشي واحدة واحدة معاك عشان افهمك. لو اخترت two colors مثلا اللون الاخضر في ال foreground واللون تحت مثلا ازرق، تمام، يبقى ايه اخضر وازرق. ال color dynamics بتعمل لك بتدمج بين الاخضر والازرق اللي هو اللون اللي في الفور جراوند والباك جراوند، وتديك بقى درجات ما بينهم في كل ورق الشجر ده. يعني مره هتلاقي الورق بايه بكذا لون، وطبعا لازم تزود القيمه بتاعتها عشان تشوف الايفكت اللي انا بقوله. يعني اول ايفكت هنا اسمه فور جراوند باك جراوند جيتر، خلينا نزوده شويه ونبتدي نشوف. شايف اداك درجه من اللون، تعال نقلل الجيتر ده اداك درجات تانية، وبيبقى بين الاخضر والايه والازرق درجات بين الاخضر والازرق. قللته خالص هيقعد يديك اللون الايه الاخضر بدرجاته برضو وتوزيع بينه وهكذا حسب القيمة بتاعت الايه الجيتر اللي انت بتختارها، تمام. كل دي برضو effects، البرايتنس الساتوريشن اللي هو التشبع اللوني او الاضاءة العالية الابهار بتاعها زي ما انت عايز تزوده وعايز تقلله. شايفين هنا مثلا ده مختلف، كل ده ممكن اقول ان انا عملت باك جراوند فيها الشكل التصميمي دوت. طبعا البراش بالتفاصيل الزيادة قوي اللي انا بحكيها معاكم دي بتكون اكتر للجرافيك ديزاينرز والرسامين، ممكن يعملوا لوحات ويرسموا رسومات باستخدام الفوتوشوب طبعا، تمام. فكل السيتنجز ديت ممكن اعمل اغير في الاورينتيشن بتاع الشجر نفسه واحرك الفرشه نفسها، تمام، بس دي مش هتنفع مع السكاترينج، تمام. لو وقفت على السيتنج بتاعت الفرشه نفسها هنا برضو هتلاقي هنا في حاجه اسمها سبيسنج، ممكن تكبر وتصغر منها. شايفين هنا انا قافل السكاتر فماشي في ايه في سطر واحد. السايز فليب يعمل ميرور لورقه الشجر، شايفين ممكن اغير في راوندنس روتيت او الراوندنس بتاعها كانها في 3 دي تتحرك في 3 دي دايمنشن، ده الراوندنس، تمام. كل السيتنجز دي انت ممكن تبتدي ايه تجربها وتظبط الفرشه بالشكل الايه اللي انت عايزه، تمام. طيب هل ينفع الكلام ده اسيفه او هل ممكن ان انا اعمل نيو براش بريسيت؟ ينفع، يعني انا كاني خدت كل السيتنجز دي اللي انا ظبطتها دي بعمل لها ايه سيف عن طريق هنا ان انا بدوس هنا على السهم ده واقول له نيو براش بريسيت، خلاص، وبيديها رقم جديد بالاعدادات والتعديلات اللي انا عملتها اللي هي 131 بدل 74، فلما تيجي تستخدمها في اي وقت هتلاقيها موجودة عندك، تمام. مش بس كده، انت ممكن بتعمل لود عن طريق البراش هنا، ان انت ممكن تعمل لود من على الانترنت لبراشز جاهزة بتعمل الافكتس دي، هتلاقي منها فايلات كتير قوي .abr على الانترنت، تمام. ففي فرش بتستخدم في مثلا اعمل بيها السما بتاعت الواجهة مثلا تدي سحبه من اللون بشكل معين، ممكن تنزل الفرش دي وتعمل لود للملف بتاعها وتنزل لك هنا وتشتغل بيها عادي جدا من خلال الايه البراش، تمام. طيب لو انت برضو عايز تسيف الفرشه مش بس بقى نوع الفرشه راس الفرشه، لا نوع راس الفرشه بالمقاس اللي انا اخترته هنا بالسايز بتاعها بالهاردنس لو ليها، فبقول له من هنا ايه سيف تول بريسيت، تمام، خلاص، بحيث ان انت عايز تدي الفرشه دي لزميلك بفايل هياخدها وهو هيعمل لها لود هتنزل له هنا، خلاص. فهنا في سيف ولود، في سيف تول بريسيت ولود تول بريسيت، تمام. في فرق بين التول بريسيت وفي فرق بين الايه الفرشه نفسها اللي هي اسمها ايه راس الفرشه نفسها اللي احنا اسمها ايه براشز، يبقى البراشز دي هي راس بتاعت الايه الفرشه نفسها،
تمام. وهنا على فكرة في انواع متسجلة كتيرة من الفرش برضو، ممكن لما تختارها هتضاف لك هنا. الكلام ده محتاج طبعا تجارب كتيرة قوي منك عشان تشتغل عليها. تعالوا كده انا هعمل ورقة جديدة. طيب لو انا عايز عندي شكل الشكل وعايز احوله الراس فرش، يعني يبقى ايه، يبقى برش، بعمل الكلام ده ازاي؟ زي كده مثلا، انا هفتح الصورة دي لوحدها هنا، ونفترض ان انا عجبني ورقة الشجر اللي في النص دي وعايز احولها ايه، اسيفها تكون فرشة. اول حاجة خالص هاجي باللاسو تول وهعمل سيلكت على المنطقة بتاعت الايه، الفرشة بتاعتي اللي هي ورقة الشجر دي، خلاص. وهخش على قائمة edit، تمام، واقول له define brush preset، edit define brush preset، وهقول له اوكي. مجرد ما ادوس اوكي شايفين ايه اللي حصل؟ اتضافت عندي هنا، يا رقم 271 اهو، تمام. مجرد ما اختار امر الفرشه، هختار الفرشه 271، شايفين واخده الايفكت ايه اللي هو ده، تمام. برضو في سكاترينج شايفين، بس على شكل ورقه الشجر اللي انا اخترتها دي، نفس الاعدادات اللي انا كنت ظابطها عشان انا مختار هنا الايه، البراش اللي انا مسيفها من دول. طبعا في هنا براشز متسجله برضو، وممكن انت تسجل اللي انت عايزه، تمام، عن طريق انك هتدوس هنا على ايه، create new tool preset، وتعدل اي حاجة وتظبط البراش، هتتسيف عندك في new tool preset هنا، تمام. عشان مش كل مرة تختارها تقعد تظبط السيتنجز وتقعد تظبط السكيل والهاردنس، الدايمنشن بتاع الفرشة والهاردنس بتاعها، فممكن تسيف الكلام ده. هتلاقي البراش نزلت اللي هي ايه، براش تول سامبل براش 1 1، تمام. لو انت وقفت على دي هيجيب لك النوع ده، لكن وقفت على دي هيجيب لك النوع اللي انت ايه لسه مصممه حالا بالسيتنجز بتاعتك، تمام. فكل ده بينزل، وكمان ممكن برضو ان انا اعمل له سيف كفايل واديه لزميلي يشتغل عليه، او اعمل لود لفايلات من على الانترنت بالاكستنشن اللي هو ايه، دوت تي بي ال، تمام. لكن البراش نفسها برضو هنا ممكن تعمل نيو براش لو عايز. البراش نفسها قلنا الاكستنشن لو هعمل لها لود دوت ايه، اي بي ار، تمام. فتعمل سيرش على جوجل على brushes for photoshop dot abr files، هتلاقي فرش كتيره جدا وكل واحده ليها افكتس، تمام، بتساعدك في الايه، في الديزاينز المختلفه، تمام. طيب افتكر كده احنا خلاص خلصنا البوينتس الخاصة بالمحاضرة الثالثة، او كده احنا خلصنا البوينتس بتاع الداي 3، وان شاء الله اشوفكم في المحاضرة الرابعة القادمة، هنتكلم فيها طبعا في الاكسرسايز التطبيق بتاعنا شوية اكتر عن الواجهة والسكشن وازاي بنعمل لهم برزنتيشن. وشكرا لكم يا شباب، واشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية، شكرا.